فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. ودادي أخص بالذكر للإصابات، قلب الدفاع الشيخ كومانا ثم كذلك باباتوندي الناجيري. تعود الكره رجويه والتغطيه دفاعيه من نصير على يمين الدفاع. طبعا يتمتع الفريق الودادي بقوه النزعه والتعادلات في انتظار الرابع اللقاءات. ترجع الكره وداديه والتماس يعود للمدافع الايمن بوتا. كره طويله، محاوله البحث عن مانونغو المهاجم الدولي الكوم. الوداد سجل 16 هدف بمعدل هدفين، جاء موجود في المرتبة الخامسة برصيد 14 نقطة منقوص من مباراة قياسا بالوداد، تقدما بفارق هدفين على هجوم نادي الجيش الملكي اللي سجل 14 هدف. مالونغا يطالب رولوفيتش الصربي. كرة سريعة والتغطية موجودة من الدفاع، لكن الوداد يعرف. وكذلك ننسى صلاح الصعيدي لاعب وسط الميدان المتميز اللي خذا العملية الجراحية موجود في جماهير الوداد. الرجاء يحتاج على الرزنامة بتعدد المباريات، من أجمل التربيات في العالم ما يصنف، والهجمة الرجوية وهنالك لمسة يد يعود عليها رضوان جيد يعطيها لفريق الرجاء بعد مرور 7 دقائق لعب. نستمتع بهذه الأجواء الجماهيرية. تحرك الوداد اللي عنده اسبقية 5 نقاط على منافسه وغريمه البيضاوي دوري ابطال افريقيا عام 2018. كرة سريعة، اللقطة الان خضراء بلون المستطيل الاخضر. في الرجاوي بكرة طويلة، مالونغو يحاول المرور والكرة هنالك رائعة. هناك 49 عام يدرب الفريق منذ 11 نوفمبر الماضي خلفا للفرنسي باتريس كارتينون، متوسط ميدان سابق. وشوف يعني الهروب وإمكانية التدخل من إبراهيم نقاش، حكم يخلي اللعب أو كرة في نقطة الجزاء وإمكانية التسويق والركنية. الركنية ودادية أو أمامنا أي وليد الكارتي كان قريب من التسجيل لولا تدخل الشاكير في قلب الدفاع. شاكير هو اللي أعاق هذه الكرة الأخيرة لوليد. الوداد يضغط في هذه اللحظات، ترجع كرة رجوية وهذه كرة وهذه خطورة وإمكانية الاختراق والتسويب. وارد جبيرة على اليسار في انتظار كرة، الورفن اللي هو اللي أرسلها مالون ضد يوسفية بن رشيد. 3-2. وهذا الهجوم، هذا الهجوم الخطير كان يقوده بهذه الكرة. رشاوية بالأساس، متولي 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 يوزع. والمباراة الوحيدة اللي تعرض لها الوداد هذا الموسم في البطولة كانت بتوقيع الضيف نهضة بركان في هذا الملعب بالذات بذلك اللون الأحمر لوداد الأمة. كرة طويلة والحارس أنا في نفس اليوم 4 أيام قبل هذا الدربي لما فاز بالبعث على مالونغو. مالونغو الكونغولي ويريد المقصية. يوم 12 عام فارق بين الفريقين. هذه كرة مالونغو، مالونغو كذلك الورفن الليبي والشاكير ثنائي قلب الدفاع يوزع والدفاع يتصدى. عودة في الوقت المناسب للشاكير، كرة لولبية في القائم الثاني والركنية. ركنية يجبر لاعبي الوداد على العودة للدفاع. الدربي الخاص بالبطولة نصير رائع، هنالك مخالفة ما فيهاش كلام، استيعاب 30,000 متفرج. وبعد الاستقلال تغير اسمه ليصبح ستاديو نور ليعرف اسمه الحالي. كرة ما زالت للرجاء، إمكانية رحيمي اليوسا غريبة غريب. أو أمامنا في الصورة أيوب الكعبي أختارهم مرعبهم. كرة على الجبهة اليسرى، الوداد الآن
الوداد كرة وين؟ ركنية رحيمي رحيمي ينتظر المساندة جبيرة خطورة خطورة هاي جاية هذه الكرة الكارتي وليد وليد اللحظات الأخيرة في الوقت الأصلي والطبيعي رحيمي من اليسار للحكام المغرب. إذن ضربة انطلاقة الشوط الثاني الآن مشاهدينا الكرام الرجاء بألوك يحاول مع نصير اختراق يسار دفاع الرجاء الألوان السوداء هي للرجاء وتبع يحاول الرجاء واستمرار لقب البطولة رقم قياسي 9 مرات كأس العرش ثاني المتواجدين بعد الجيش الملكي خارجيا مرتين لقب أكثر الأندية المغربية فوزا بالألقاب الداخلية عفوا 45 لقب للوداد والركنية للعك الكرة الأولى والآن هجمة الوداد لمن إمكانية الاختراق رائعة بادي أوك بادي أوك يوزع وسط الميدان للفريق الرجاوي يتحرك متولي 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 كرة رائعة ولكن غريبة الكرة فرصة كبيرة لفريق الرجاء تضيع مرة أخرى على عرجون العرجون أو لا نانا نانا رقم 30 يعطي البعض من الخوف على جماهير الوداد للورفلي الليبي هاي الخطورة من رحيمي وهذه كرة رجوية يوزع سيد خضراء في انتظار كسب المعركة من جانب فريق الرجاء شبيرة على اليسار شبيرة يوزع والركنية للرجاء بأتى إدارة المدرب رشيد التاوسي ضد الموزمبيق هذه كرة طويلة في القائم الثاني والحارس أنس زنيتي على مارتين مالونغو متابعة لرحيمي رحيمي لبوطيب والركنية لا ركنية أيمن الحسوني يعني المدرب جمارس المدرب مانولوفيتش سيبحث عن العمق في دفاع فريق الرجاء شيبو اللي أسعد الكرة المغربية كذلك والمحترف في البطولة الإنجليزية أنا ذلك وذي كرة من الوداد ودي للقادم من بعيد جبيرة جبيرة متولي ومالونغو وكراد التالي تأمين من محمد كمال نصير يخسرها الكرة وترجع هجوم لمحسن متولي متولي رضوان جيد دقائق بحكم توقف اللقاء من بوتايم رائعة من محسن متولي شوف الكرة يا سلام ويور بران التسوار جول جول الرجاء الرجاء يرش الوداد الرجاء يرش الوداد رش الرجاء بأنواره الخضراء يكسب المعركة شنو هذا ما هذا الرجاء يا سادة مؤتمر كالعادة تاريخه يشهد عليه أرقامه أمجاده ألقابه تتكلم عليه أشهد دلال يا رجاوي أشهد جمال يا الأخضر الرجاء العالمي يحييكم ويمسي عليكم في أكبر مواعيد الكرة المغربية والوداد يعاير الأضرار الوداد ينهار الوداد في حالة انكسار شوف الكرة يا سلام يا سلام يا سلام باليسار حتى له باليسار شبه له ما رحموش ما رحموش ما رحموش كرة من أجمل ما يكون كرة من أروع الفنون الرجاء يكتب الموسيقى يؤشر على الموناليزا إن الله وملائكته
ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.